اجلس وأخبرني كيف حالك. أنا بأحسن أحوالي يا أليسيا. واو، هذا رائع، لماذا؟ لن تصدقي هذا، لقد فزت بعطلة نهاية أسبوع مجانية في فندق داونتاون هاي رايز. هذا جيد، كيف حدث هذا؟ تلقيت رسالة إلكترونية تفيد بأنني فزت، وكل ما علي فعله هو إعطائهم تفاصيل بطاقة الائتمانية. قف، انتظر دقيقة، هل منحتهم بطاقتك الائتمانية؟ لا، ليس بعد، سوف يستخدمونها فقط من أجل الحوادث العرضية. وكيف دخلت هذه المسابقة؟ أي مسابقة؟ لا أعلم، أخبرني أنت، هل دخلت مسابقة؟ لست متأكداً. من الذي يمنحك عطلة نهاية الأسبوع مجانية في الفندق؟ فندق الهاي رايز. هل سبق لك أن أقمت في فندق هاي رايز؟ كلا. فكيف حصلوا على معلومات الاتصال الخاصة بك؟ سأريك رسالة إلكترونية. أنا آسف دويت، هذه خدعة. إن عمليات الاحتيال هي عندما يحاول الناس خداعك حتى يتمكنوا من سرقة أموالك أو معلوماتك الشخصية. سيجعلون الأمر يبدو وكأنهم يبيعونك شيئاً ما أو يعطونك المال. يتواصلون معك من خلال المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو حتى رسائل البريد الإلكتروني. على سبيل المثال، تعتبر المكاسب غير المتوقعة نوعاً شائعاً من العمليات الاحتيال، مثل صك البطالة التابع للولاية والذي لم تكن مؤهلاً له ولم تتقدم إليه مطلقاً، أو جمعيات خيرية مزيفة حيث يتظاهر شخصاً ما بتمثيل مؤسسة خيرية ويطلب المال. إذا كنت تريد التبرع لجمعية خيرية عليك التأكد من هويتها أولاً، أو عروض عمل مبطنة حيث يتظاهر شخصاً ما بأنه مدير توظيف في شركة ويعرض عليك وظيفة لم تتقدم إليها رسمياً أو تجري مقابلة معه، أو الضرائب المستحقة حيث يتظاهر شخصاً ما بتمثيل مصلحة الضرائب ويهدد بالاعتقال أو الترحيل حتى يتم دفع الرسوم. مصلحة الضرائب هي منظمة أمريكية حقيقية، لذلك قد تكون رسائل البريد الإلكتروني هذه مربكة. إذا لم تكن متأكداً من أنها عملية احتيال، فيمكنك دائماً إبلاغ الحادث إلى مدير الملف. من المهم أن لا تقدم معلوماتك المصرفية أو معلومات التعريف الشخصية الأخرى مطلق. تتضمن معلوماتك التعريفية اسمك الكامل أو عنوان منزلك أو تاريخ ميلادك أو رقم الضمان الاجتماعي أو حتى معلومات حسابك المصرفي. إذا قمت بإرسال هذه المعلومات إلى هؤلاء المجرمين الإلكترونيين، فيمكنهم أخذ كل الأموال الموجودة في حسابك المصرفي وسرق هويتك لفتح حسابات بنكية أخرى. هذا فظيع. الحمد لله لم أعطي معلومات بطاقة الائتمانية إلى مجرمي الإنترنت. أليسا، ما هي العلامات الأخرى للاحتيال؟ ابحث عن نغمة غير رسمية أو طلبات للحصول على بطاقة مدفوعة مسبقاً أو عنوان بريد إلكتروني غير معتاد. لا تنقر مطلقاً على رابط في إحدى هذه الرسائل. إذا لم أكن متأكداً من أنها عملية احتيال، أليسا، هل علي أن أطلب اجتماعاً معك؟ بالطبع. هذا رائع، والآن اسمحي لي، يجب أن أتصل بزوجتي لإخبارها أننا لن نقضي عطلة نهاية الأسبوع في فندق الهاي رايز.